سوريا مثلا سنه 1908 عرفت لاول مره العروض السينمائيه في مدينه حلب عندما عرض بعض الاتراك عدد من الصور المتحركه. الصور دي بهرت الجماهير. بعدها اتعرف السوريين على السينما بشكل رسمي عندما عرض حبيب الشماس صور متحركه في المقهى الذي كان يمتلكه في دمشق في ساحه المرجع، حيث كانت اله العرض تدار باليد وكان الضوء فيها يعمل بغاز الاستيلين. إذا أردنا أن نتحدث عن عروض البدايات، فكان أحد المقاهي في دمشق يقدم الحفلات المنظمة والتي لاقت نجاحا ملموسا، وكان ذلك في عام 1912، وهذا مما خلق نوعا من الحافز لوجود قاعات عديدة في سوريا. في عام 1928 قامت جماعات من الشبان المتحمسين للسينما بإنتاج فيلم المتهم البريء، ونال الفيلم نجاحا كبيرا في سوريا ولبنان، لكنه لم يغطي نفقاته، مما اضطر مؤسسة حرمون التي أنتجته إلى التوقف عن العمل. Thank you.